السلام عليكم. في فيديو اليوم غنحضر معكم الزبدة اللي دايرة ضجة هاد الأيام. واش فعلا غتصدق معنا وغنوفروا بها فلوسنا ولا غير غنضيعوا فيها وقتنا والمقادير اللي استعملنا؟ وغنقول لكم أيضا أهم الخطوات اللي كتضمن لك نجاح هاد الوصفة. بالنسبة للمقادير غنحتاجوا كأس من الزبدة المذابة، وكأس من الحليب، كأس إلا ربع ديال الزيت، ملعقة كبيرة من عصير الحامض، ملعقة كبيرة أيضا من الخل، وعندي رشة ملح. وغنحتاجو الخلاط الكهربائي اللي غنحضروا به هاد الزبدة. غنديروا فيه كأس ديال الحليب، هنا البنات يكون الحليب بحرارة المطبخ، وملعقة الحامض، وملعقة ديال الخل. الخل أي نوعية ديال الخل عندك، هنا الدور ديال الحامض والخل يتكتل لنا الحليب وكيعقموا لنا هاد الزبدة. وكنديروا كأس ديال الزبدة اللي ذوبنا من قبل وتكون باردة تاهي بحرارة المطبخ. احنا الخلاط كنخدموه وكنطفيوه ونخدموه وكنطفيوه لمدة 2 دقائق حتى 3 دقائق، يعني ضربات متقاطعة حتى كنحصلوا على هذا الخليط بهذا الشكل. كيكون بهذا الشكل متكتل ومحبب. وفي هذه المرحلة غنزيدوا ديك قبصة الملح اللي عندنا، ونضيفوا الزيت اللي عندنا. هنا الزيت ما غاديش نضيفوها دفعة واحدة، غادي نقسمها. انا قسمتها هنا 4 دفعات. كندير شوية الزيت، كنبدا نخلط ونزيد الزيت. كما كتلاحظوا راه كيكون الحليب كينفصل لكم مع الخليط، فكتبقاو تزيدوا الزيت وتخلطوا حتى كيبان لكم الخليط كامل جانس والزيت كاملة دخلات. هذا هو الشكل ديال الخليط. انتما كيبان لكم ان باقي فيه شويه الحليب، كيبان الحليب الفاصل مازال على الخليط. غنزيدو الدفعه الاخيره ديال الزيت ونعاودو نخلطو مزيان بالميكسور. صافي، ملي كيبان لينا ان الخليط مابقاش كيبان لك فيه الحليب، يعني كيبان لك الخليط كله متجانس، كنحبسو التخليط. ما نبقاوش غنخلطو، يعني ما نبقاش غنخلطو، الا بقينا غير كنخلطو فغادي يفسد لينا الخليط ويولي لينا سايح. هذا هو الشكل ديال الخليط، هانتوما كتشوفو ما كيبقاش يبان فيه الحليب منفصل على الزبدة. هنا خديت بواطة ودرت ليها بلاستيك غذائي، وغنديرو فيه الخليط ديال الزبدة. كما كتشوفو راه الزبدة عندي عاقدة، وغنغطيوها بالبلاستيك ونسدوها بإحكام ونديروها في الفريغو. أنا هنا خليتها لمدة 2 ساعة وخرجتها باش نوريكم الشكل ديالها النهائي. وهذا هو الشكل النهائي ديال الزبدة اللي حضرنا في فيديو اليوم. هانتوما كتشوفوا القوام ديالها والملمس ديالها. فهاد الزبدة كنستعملوها في العديد من الوصفات، مثلا تحضير البريوش او الرغيف، وفي جميع الوصفات اللي كنستعملوا فيها الزبدة. اما بالنسبة للنوعية ديال الحليب والزبدة اللي استعملت في هاد الوصفة، فيمكن لكم تستعملوا اي نوع من الزبدة. والحليب كنستعملوا اي حليب متوفر عندنا اللي كنشربوا، يكون كامل الدسم يعني ما يكونش ديال الرجيم، اولا كنستعملوا الحليب ديال العبار. فانا الزبده ديالي حولتها لهذا القالب باش تبان لكم احسن. خليتها ليله كامله في المجمد. انتما كتشوفوا القوام ديالها، يعني واخا تبات في المجمد كتبقى طريه، كتكون سهله في التقطاع، كتجي سهله نقطعوها.
أما طريقة الاحتفاظ بهذه الزبدة ومدة الاحتفاظ فكنحتفظ بها في الفريجو في المجمد. لمدة طويلة يعني لمدة 3 أشهر تقريبا أو أكثر، فهي فيها الحامض وفيها الخل وهي في الفريجو ما غاديش تفسد. الجميل في هذه الزبدة ملي كتقرب تسالي لينا كندوبو منها عاوتاني كاس وكنعاودو نفس الطريقة وكنحصل عاوتاني على الزبدة كثيرة. بالنسبة أنا هنا شحال خرجت ليا الزبدة، فكما كتشوفوا درت كاس ديال الزبدة اللي هو 250 غرام وكاس تاع الحليب اللي هو 250 غرام وكأس إلا ربع ديال الزيت اللي هو 200 غرام زائد ملعقة الحامض وملعقة الخل اللي تقريبا فيهم 8 غرام. هاد المقادير إلا جمعتيهم غيعطيوك 716 غرام، يعني هي خرجت ليا هنا كيبان ليكم 705 غرام و11 غرام ربقت ليا في الخلاط الكهربائي. هنا البنات الزبدة غتخرج لك على حسب المقادير اللي درتي. هنا الكاس ماشي ضروري ديروا الكاس ديال 250 غرام، كديروا اي كاس عندكم والكاس كتعبروا به جميع السوائل اللي استعملتو. هنا غندير لكم شويه فوق النار وغتشوفوها وهي كتذوب. البنات هاد الزبدة جربوها وما غتندموش، فعلا صادقة 100% وغادي تعجبكم وغادي تقتصدوا من فلوسكم. وشكرا وإلى اللقاء في الفيديو القادم إن شاء الله.